أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم في عدد جديد من نقاش غرفة الأخبار مباشرة من قناة البلاد، والذي يخصص ملف نقاشته اليوم إلى صناعة المعارض الاقتصادية التي يمكنها أن تكون محركا للإنعاش الاقتصادي في البلد. فبين معرض جازاغرو للمنتوج أو الصناعة الغذائية ومعرض الإنتاج الوطني، تشهد الجزائر تحركا ومحركا اقتصاديا هذه الأيام، ديناميكية اقتصادية بالأحرى هذه الأيام، عبر عدة معارض تسويقية أكانت محلية وطنية أو دولية. ولمناقشة أهمية صناعة المعارض الاقتصادية، نسعد اليوم باستضافة الخبير في الدبلوماسية الاقتصادية ومعارض تسويق الإنتاج السيد شكيب قويدري. صباح الخير. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على تلبية الدعوة. في البداية سيد شكيب، تشهد الجزائر هذه الأيام ديناميكية كبيرة وعدة معارض أكان للإنتاج الوطني، معرض جازاغرو المعروف للصناعات الغذائية، معرض ميتيجا للصناعات المحلية أيضا، وعدة معارض أكانت على المستوى الوطني أو الدولي. ربما بصفتكم خبير في هذا الميدان، يعني ما هي أهمية المعارض الاقتصادية التي أصبحت صناعة بحد ذاتها اليوم على المستوى الدولي في إنعاش الاقتصاد الوطني؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة المعارض الدولية والمعارض الوطنية، المعارض التجارية لفور كوميرسيال تريد شوز بشكل عام، تحقق ديناميكية كبيرة في الترويج لمنتوجات مختلف الشركات، وتحقق ديناميكية كبيرة للنهوض بالاقتصادات. كنا شفنا سنة 2020 تقريبا مرحلة بيضاء، 2019 نفس الثاني 2019 و2020 كانت بيضاء تقريبا في المعارض عموما في العالم بسبب الجائحه، وشفنا كيفاش يعني كانت من اسباب ركود وتعطيل الاقتصاديات، حتى وكانت محاولات من البعض لتعويضها بمعارض فيرتوال، لكن المعارض هي من الامور القليله اللي قاومت قوه الانترنت والفيرتوال اللي عوضت كثير من المجالات. لكن المعارض قعدت المعارض التقليدية اللي فيها الحضور الجسدي وحضور يعني كل المتعاملين في نفس الفضاء، هذه من الأمور اللي قعدت يعني لا يعوضها شيء. كما قلت لك، المعارض هي محرك من محركات اللي تسمح بخلق ديناميكية اقتصادية وتجارية كبيرة في البلد. سيد شكيب قدري، ربما حتى هذه المعارض، ومنه نبدأ بمعرض الإنتاج الوطني الذي افتتحه الوزير الأول سيد أيمن بن عبد الرحمن، ربما هو معرض يسوق لمنتجات هنا تكون في الجزائر، أكانت عبر مؤسسات وطنية أو حتى الخواص منها، بغرض أولاً التعريف بالمنتجات الوطنية، وثانيا ربما لوضع أو إطار لكي يلتقي فيه ربما شركاء، حيث أن السياسات العامة في الآونة الأخيرة تحفز على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. نعم، شوف، جازاغرو هو امتداد لمعرض معروف دوليا هو سيال، سالون انترناسيونال دو لاليمونتير، سيال هذا اللي بدا في فرنسا وكاين في كندا، ومن بعد توسع الى 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 اسيا، كاين سيال اليوم في الصين وابو ظبي وغيرها، وكانت يعني النسخه الجزائريه منه لنفس يعني منظم هذا المعرض هي جازاغرو، معناها جزائر اكرونيم. هذا المعرض منذ سنوات اليوم راه ياخذ سنه بعد سنه حجم اكبر من حيث عدد العارضين، من حيث التبادلات الاقتصاديه اللي فيه، وهو معرض دولي يعني
المفروض ما يدخلش فيها غير الشركات الجزائريه، حتى بعض الشركات الاجنبيه. اليوم جزاكرو هذا الاهميه تاعو بالدرجه الاولى للجزائريين، انه معرض يخص منتوج الجزائر فيها قيمه مضافه كبيره في هذا المجال، وفيه في نفس الوقت ان افونتاج كومباراتيف كبير، يعني ميزان نسبية كبيرة الجزائر تحصل عليها تزخر بها في مجال الأغذية ومجال الفلاحة بحكم خصوبة التربة إلى غير ذلك مما نعلمه. لهذا الجزائر اليوم من بين الأمور التي تمكنها من تحقيق وثبة، يعني نواصل المسار هذا اللي في زيادة الصادرات خارج مجال المحروقات، هو مجال الاغرونيمونتير بشكل عام، وعلى راسه الفلاحه. كنا شفنا في السنوات الماضيه، تحديدا، كيفاش الفلاحه وحدها نافست البترول والغاز من حيث القيمه التي الثروه التي خلقتها. هذه من جهه. والاغرونيمونتير في الجزائر التحدي الاكبر له اللي كان فيه هو سوبستيتيوشن لامبورطاسيون، يعني تعويض للصادرات. وإحنا لما نعودوا تعويض الواردات كي نعودوا الواردات اللي نخلصوها بالعمله الصعبه، وكاننا يعني صدرنا ودخلنا عمله صعبه البلد. فلهذا معرض تاع لاغرونيمونتير هذا مهم جدا، يجمع جميع المتعاملين. دابور يفو سوليني كسيت ان صالون بروفيسيونيل، هذا معرض يعني للمتعاملين الاقتصاديين بالدرجه الاولى، يعرفوا بيناتهم، ويعاون كذلك في تنظيم السوق المحلي، يولي البرودكتور يعرف لو ديستريبيتور ويعرف لي طايون والبروسيست اكسيتيرا، يتلاقاو هذو كاع في نفس الفضاء. فهذا معرض يخص مجال هام وحيوي للجزائر. سي شكيب، ربما رأينا أيضا هذه جازاكرو فيما يخص الصناعات الغذائية، لكن رأينا المعرض الثاني اللي هو معرض الإنتاج الوطني، ربما ما لفت انتباه الجزائريين وحتى المتعاملين هو قوة الصناعات الميكانيكية لوحدات الجيش الوطني الشعبي المتخصصة. رأينا يعني كما هائلا من المنتجات، صناعات ميكانيكية أو صناعات أخرى، تجهيزات كانت لتجهيزات مدنية، تجهيزات من أجل ربما تشييد المنشآت، تجهيزات للنقل والإسعاف إلى آخره. ربما هنا نرى نجاح هذه الصناعة، وخاصة بدمج المؤسسة الوطنية السابقة ضمن هذا المشروع الكبير الذي رأينا أنه نجح بشكل كبير، وخلق حتى اكتفاء ذاتيا بالنسبة للسيارات ذات الاستعمال الواسع مثل الشاحنات هنا في الجزائر. أوافقك الرأي تماما أستاذ مولود. أنا من سنوات كان بحكم العمل تاعي كان عندي الحظ زيارة شركة اس ان في سوناكوم سابقا، وشفت بام عيني يعني الحجم الكبير والقدرات يعني الكبيرة لهذا المصنع، في خاصة بعد ما داروا اتفاقية شراكة مع دول اخرى من جنوب افريقيا في صناعة آلات اللي عندها علاقة بالفلاحة والشاحنات وغيرها. والمعرض تاع اليوم اللي سميته معرض الصناعات الوطنية، لافوار دو لا برودكسيون ناسيونال، هو يعني في تصوري من أفضل، بل أفضل المعارض اللي عندنا هنا في الجزائر. لأنها تساعدنا على تقييم حقيقي واقعي وعيني على المباشر بحجم وقوة الصناعة الجزائرية، وبالتالي تقريبا الاقتصاد الجزائري. راح نقول لك كأنه هذا معرض للاقتصاد الجزائري اللي وين فدري يبرز عضلاته وإمكانياته ويشوف النقائص تاعو وين يقدر يتطور. كما قلت انت، هذا في نفس الفضاء عندك جميع المتعاملين راح يجتمعوا في مكان واحد باش يتكلموا مع بعضهم من دون حواجز. احنا من بين المشاكل اللي عندنا في الاقتصاد تاعنا اليوم
هو ضعف الاتصال بين عديد الشركات والقطاعات إلى غير ذلك، مما يؤدي في الغالب إلى الذهاب وراء البحار لاستيراد بعض المعدات أو بعض البياس ديطاشي ولا غير ذلك من بعض يعني الأمور اللي يحتاجها المصنع، وهي موجودة عنده ربما جاره ولا واحد بعيد عليه بضع كيلومترات وهو لا يدري. فمثل هذه المعارض ستمكن المتعاملين الجزائريين للوقوف حقيقة على المنتوجات وقدرات صناعية لأقرانهم في سلسلة القيمية لا شان دو فالور تاع الإنتاج. لهذا نشوف هذا المعرض معرض جد حيوي ومهم جدا، ويسمح في زيادة ورفع نسبة الإدماج بطوط انتجراسيون بمثل هذه المعارض اللي نقدروا نرفعه. هو مش لازم برك يكون معاه عمل آخر يعني بالموازاة، هو دي سيونس دو رونديفو بي تو بي، يعني يزيدوا من قبل، وهذا يكون عن طريق يعني السنديكات على الزوتور باسم لي باترونات على مختلف الباترونات تاع مختلف القطاعات لي فيليير ايكونوميك، من قبل يزيدوا يوجدوا لقاءات بين مختلف المتعاملين في هذا المعرض، لان المعرض اهميه اي معرض هو انه في نفس الفضاء في ايام قليله سيجتمع المنتج يعني اللي يقدر الموزع اللي يقدر يكون يعني شريك الانفستيسور البنك لما ليزاسيونس، هذو كلهم يكونوا في نفس الفضاء لايام قليله، فهذا لازم يكون يعني النتيجه والثمره تاعو في اقصى درجه للاستغلال. سي قويدري، ربما في الأخير هنالك يعني تطور لصناعة المعارض، حيث اليوم تشكل المعارض 15% من إجمالي الرحلات السياحية أيضا في العالم، حيث أنه في الرحلات السياحية من أجل المعارض تمثل 15% من إجمالي هذا السوق السياحي في العالم، هو شيء ضخم حتى ربما للترويج الاقتصاد. ربما هنالك دول رائدة في ذلك، ومنها نرى مؤخرا الإمارات العربية المتحدة التي تستثمر بشكل كبير. ربما حان الوقت هنا في الجزائر لنعرف بقدرات البلد، ألا ترون أنه ممكن لنا أن نقوم بمعارض أكبر وأضخم تجلب المستثمرين حتى الأجانب؟ نقطة جد مهمة أستاذ مولود. المعارض هي البوابة الأولى للسياحة الاقتصادية. لما يجي يسافر انفستيسور مستثمر ولا رجل أعمال ولا واحد يحب يعني يشوف ما تزخر به بلد معين من إمكانيات لدراسة إمكانية الاستثمار أو غير ذلك، لما يسافر لكي يثمن أيامه، لأنه ما عندهمش الوقت هذا الناس، لازم الأيام تاعو تكون كلها مثمرة، ماذا بيه يروح في مكان واحد ليلتقي فيه بجميع ومختلف المتعاملين الاقتصاديين. وكما كنا نحكي من دقائق أنه المعرض هو السبيل الأوحد تقريبا يسمح له باش يكون في نفس المكان يلتقي بجميع من يجب ان يلتقي فيهم. لهذا انت ذكرت مثال تاع دبي في المعارض، تركيا دارت يعني اشواط كبيره في المعارض، جدت مستثمرين كثر بالمعارض، يعني كل بلدان العالم اليوم لازم نفكروا في معارض نزيدوا نطلعوا درجه من حيث حجم المعرض ومن حيث استقطاب المعارض، لازم نروحوا المعارض الدوليه ولا قبل ما نروحوا معرض دبي يكبرون معرض ريجونال دي سالون، كومين يكون سالون ريجونال يعني يستقطب على الاقل يعني المنطقه تاعنا البحر المتوسط اقتصاديا، منطقه شمال افريقيا، منطقه مينا ميد ايست اوف افريكا وغير ذلك، يعني على الاقل. وهنا الطريقه اللي تسمح لنا باش نلحقوا لهذا الامر هي اننا ندخلوا في شراكه مع بعض، لانه المعرض باش نفهموا الطبيعه تاعها كاين شركات معينه
عندهم معارض كبيره في العالم، وهما اللي يروحوا يديروهم في مناطق مختلفه. يعني مثال تاع سيان مثلا انطلق من فرنسا وراح لكندا، سيان في الجزائر كاين جازا جروب. نفس الشيء في معارض في مجالات اخرى، تجد بعض الشركات الكبيره وعندها تجربه كبيره في تنظيم المعرض، لان المعرض يحتاج الى تقنيات وخبرات كبيره من حيث التنسيق، من حيث جلب الاودينس، من حيث لا كوميونيكاسيون اكسترا. دونك لازم شراكه مع هات الشركات وجلبهم للجزائر. حنا دخلنا في شراكه معهم ونروحوا للمساهمه والمشاركه في معارض في شتى دول العالم. الان لازم نروحوا للخطوه الثانيه، وهي ان الجزائر تستقبلهم في معارض جهويه ولما لا دوليه، وعندنا جميع القدرات باش نديروا الامر جيد، ونتمنى ذلك، وهذا لصالح الاقتصاد الوطني. نشكرك جزيل الشكر سيد شكيب قويدري، الخبير في الدبلوماسية الاقتصادية ومعارض تسويق الإنتاج. شكرا لك. شكرا لك. ونواصل في نقاشنا لهذا الملف المهم مع ضيف آخر، ولكن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى مباشرة من نقاش غرفة الأخبار من قناة البلاد في جزئه الثاني والمخصص لصناعة المعارض الاقتصادية محركا للإنعاش الاقتصادي، حيث تشهد الجزائر ديناميكية اقتصادية كبيرة هذه الأيام فيما يخص معرض جازاغرو للصناعة الغذائية، أو حتى معرض المنتجات الوطنية أو الصناعة الوطنية التي افتتحها بالأمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، حيث أخذت صناعة المعارض في العالم ككل وفي الجزائر تعكس أثرها على القطاعات الاقتصادية والسياحية والثقافية وحتى الاجتماعية، حيث تساهم في تنشيط الاقتصاد وانتشاله من الأزمات من خلال الدور التحفيزي الذي تلعبه في مشاركة العامة في تطوير المنتج والتعليم وتبادل المعارف والمنتجات والتقنيات الجديدة والاستثمار والتطوير المهنيين. ونواصل نقاشنا ولكن مع ضيف آخر، نسعد باستضافة عبر سكايب السيد بلطرش سليمان مصطفى، مدير وكالة إعلام واتصال وأمين وطني بالفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب. صباح الخير سيد مصطفى. صباح النور سي مولود، كيف حالك؟ شكرا لك على تلبية الدعوة. سي مصطفى، هذه الأيام تشهد الجزائر ديناميكية، معارض إنتاج وطني، معارض للصناعات الغذائية، والحاضر القوي فيها هي مؤسسة جزائرية تنتج هنا بالجزائر. كيف ترون أهمية هذه الديناميكية الجديدة من المعارض الاقتصادية؟ إن الجزائر خلال العام الجديد تبحث عن فرص لإنعاش الإنتاج الوطني، خاصة الإنتاج الإنعاش الاقتصادي، خاصة بعد المرور بسنة صعبة إثر وباء كورونا الذي ساهم في فقدان من العديد من الوظائف وغلق مجال تجاري وتراجع دخل الأفراد، إضافة إلى انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وما ترتب عليه من تراجع للمداخل من العملة الصعبة. تريد الحكومة الجزائرية بعث الحركة الاقتصادية بعد عام من الركود، خاصة مع التحسن الملحوظ للوضع الصحي في البلاد، وهذا من خلال زيادة الإنتاج والحفاظ على الوظائف، كما يهدف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تحديات اقتصادية جديدة، فإن الخروج من الاقتصاد المحروقات أصبح ضرورة ملحة، لأن مستقبل الاقتصاد الوطني يكمن في بناء صناعات تنافسية وفلاحة متنوعة وقطاع خدمات متطور ليكون بديل حقيقي للنفط.
سي مصطفى فقط في هذه النقطة، وأنتم يعني تمتهنون يعني لديكم وكالة إعلام واتصال، ربما تعملون كثيرا في مثل هذه المناسبات، ربما المهمة الأولى لهذه المعارض هي الترويج، هي التعريف بالمنتج الوطني، ليس فقط للمواطن بل لمتعاملين اقتصاديين، قصد ربط وخلق نسيج اقتصادي. يعني كيف ترون ذلك على الواقع؟ هذا النوع من الصالونات يهدف إلى التعريف بالمنتوج الجزائري وجلب المهنيين الأجانب، المهنيين الأجانب، وكذا تقييم الإمكانيات التي تتوفر في السوق الأجنبية للمنتوج الجزائري. وسيكون هذا الصالون مخصص لمنتجي التجهيزات والمنتوجات الغذائية، مناسبة لعقد لقاءات وتبادل بين المتعاملين التجاريين والأجانب في مجال الصناعة الغذائية وفروعها. ويعرض خلال هذا الصالون تجهيزات متعلقة بطريقة الإنتاج، كما تعرف التظاهرة مشاركة أجنبية لا بأس بها بحضور العديد من المؤسسات ورجال الأعمال منهم من بلدان من الترك، من الصين، من البرازيل، من الإسبان، حيث تكمن هذه المشاركة الأجنبية في تطوير العلاقات بين الجزائر والبلدان الأخرى وكذا ودفع الاستيراد. دفع التصدير تريد أن تقول؟ التصدير النقص من الاستيراد ودفع التصدير خاصة للبلدان الإفريقية. جد سي مصطفى، رأينا أيضا في هذه المنتجات يعني منتجات ذو جودة عالية تمت عن طريق الصناعات العسكرية، صناعات الميكانيكية العسكرية، شاهدنا عدد هائل من الآليات ومن السيارات أكانت الموجهة مدنيا أو لاستعمالات تجارية أو مقاولاتية، ربما كانت هذه المفاجأة أو يعني ما لفت انتباه جميع المتعاملين الذين كانوا في المعرض بالأمس هي نوعية ونجاح هذه الصناعة اللي تقدر تكون بادرة لصناعة ميكانيكية أكثر تطورا في الجزائر. نعم، لاحظنا أن الجزائر ساهمت كثيرا في إنتاج الآلات وخاصة السيارات بتقنيات دي تكنولوجي مودرن اللي راح نكون بها الاكتفاء الذاتي إن شاء الله في الجزائر، لهذا نقصوا حنايا من الاستيراد ويعود عندنا منتوج 100% محلي. سي مصطفى، أنتم كمتعاملين في الإعلام والاتصال كوكالات، هل لديكم جزءا ربما من هذا؟ المعارض اليوم أصبحت صناعة وأصبحت سوق أيضا في خدماتية لكثير من وكالات الإعلام، ربما هل لكم جزء من هذا السوق؟ بالفعل لدينا جزء من هذا السوق، لأن الآن رانا في عصر متطور وكل شيء يمشي بتكنولوجيا وبالترويج خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك احنا كوكالات اتصال راح نساهموا لترويج المنتوج الجزائري عبر مختلف التطبيقات، عبر مختلف التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي. جيد، ربما أيضا بحكم مهامكم يعني تساعدكم أن تكون هنالك معارض أكثر على المستوى كانت وطنية أو حتى على المستوى المعارض الجهوية للتعريف بالمنتجات المحلية لبعض المناطق أو بعض الولايات بحد ذاتها. نعم، نشارك في عدة معارض
يكون فيها المنتوج الجزائري، لأن وكالة الاتصال هي التي تساهم في ندير ليماج، في ابورتي ليماج دو مارك تاع المنتوج الجزائري، ويكون عنده اون بلاس بارمي لا غراند غام اللي موجوده في السوق. جيد. ربما في الاخير سيد بلطرش، وانتم امين وطني للمقاولين الشباب، ربما ماذا توصون؟ هنالك الكثير من الشباب الذين يملكون مؤسسات جديدة النشأة ربما لا يعرفها الكثير بالنسبة لولوج عالم معارض التسويق. ما سمعتش، تسقط أخي مولود. لا، بالنسبة للشباب وأنتم أمين وطني للمقاولين الشباب، ربما ماذا توصون الشباب الذين أسسوا مؤسسات جديدة للترويج لمنتجاتهم؟ احنا دائما ندعو المؤسسات المصغره الى الولوج الى مجال الصناعه، توسكي اندستريال، توسكي برودكسيون، باه نطوروا في المنتوج الصناعي وكذا. نشوفوا مع الاطراف الحكومه لتثمين اتفاقيات بين الدول الافريقيه، لان هناك اتفاقيات لازم تكون تتجسد على أرض الواقع، خاصة من ناحية الإكسبورتاسيون، بور فاسيليتي الإكسبورتاسيون. جيد، نشكرك جزيل الشكر سيد بلطر سليمان مصطفى، مدير وكالة إعلام وأمين وطني للمقاولين الشباب، على هذا الإسهام فيما يخص صناعة المعارض الاقتصادية. شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك أخي مولد. نواصل دائما مع ملف صناعة المعارض الاقتصادية كمحرك للانعاش الاقتصادي، ونذهب إلى ضيف آخر، لكن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثالث والأخير من نقاش غرفة الأخبار، والذي يخصص عدده اليوم إلى صناعة المعارض وديناميكية المعارض الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، فبين معرض جازاغرو للصناعة الغذائية ومعرض الإنتاج الوطني يكتشف الجزائريون و جل المتعاملين الاقتصاديين إمكانيات إنتاجية متنوعة تستطيع الجزائر خفض بها فاتورة الاستيراد ورفع فاتورة التصدير، ومنه تعديل ميزانها التجاري. وللمواصلة في مناقشة هذا الموضوع نسعد باستضافة ضيفنا الثالث السيد جابر بن سديرة، عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين. صباح الخير سيد بن سديرة. صباح الخير سيدي. شكرا. شكرا لك على تلبية الدعوة. ربما في البداية سي بن سديرة، كل إنتاج وكل صناعة وطنية يجب أن نعرف بها. الكثير من المتعاملين الاقتصاديين في بعض الأحيان يذهبون إلى استيراد مواد واستيراد منتوجات كانت أولية أو نصف مصنعة أو مصنعة، ولكن يكتشفون في مثل هذه المعارض أنها تنتج هنا محليا. صحيح، بطبيعة الحال الهدف من المعارض الوطنية والدولية هو التعريف بالمنتجات الوطنية، وشيء ملاحظ أنه يعني معرض الجزائر الدولي للإنتاج الوطني هذه المرة شهد دخول عدة شركات جديدة، وخاصة في مجالات التعليب والتسويق، وشاهدنا العديد من الشركات أيضا التي بدأت يعني مشوارها في مجال التصدير. يعني جيد، وربما من الملفت أيضا الصناعات الميكانيكية، رأينا صناعة مرسيدس وهو بالشراكة مع المؤسسة الوطنية في إطار الجيش الوطني الشعبي، ربما صناعة جد متطورة. نعم، بطبيعة الحال لما نشوفوا يعني الصناعات العسكرية في مجال الميكانيك، نشوفوا أنه كاين في كثير من شركات المناولة التي تتعامل معها بطريقة مباشرة، في الكثير من قطع الغيار التي صارت تنتج محليا. شفنا أنه السيد الوزير الأول
صرح أنه يعني في ظرف 36 شهر نسبة الإدمان ستصل إلى 35%. يعني لما يعني باش نوضحوا للمشاهد يعني أنه الكثير من المصانع الدولية في المتخصصة في صناعة السيارات يعني لا تصنع سياراتها بنسبة تتجاوز 50%، يعني كله يمر عبر المناولة، ونسبة الإدماج التي تصل إلى 35% هي بطبيعة الحال نسبة يعني تؤثر بشكل مباشر على سعر هذه المركبات، وأيضا بإمكانها التوجه إلى يعني إلى السوق الواسعة. وشفنا أنه مثلا الشاحنات اللي رانا نشوفه فيها حاليا في الشاشة بدأ التسويق، عملية التسويق المباشر للمستهلك. شفنا أيضا البنوك، الخدمات البنكية في معرض الجزائر الإنتاج الوطني أنها ستشرع يعني في القريب العاجل في وضع قروض في متناول المتعاملين وحتى المستهلكين لاقتناء هذه المركبات بإذن الله. في نفس السياق رأينا معرض جازاغرو اللي هو معروف منذ سنوات للصناعات الغذائية، والذي أخذ ربما مساحة كبرى كان على المستوى الوطني وحتى القاري والدولي. صناعات غذائية تتطور بشكل سريع هنا في الجزائر. نعم بطبيعة الحال، وخاصة التحويلات الغذائية. الشيء اللي كان عندنا في السابق أنه في كثير من المواد يعني فيما يخص التعليب والتوظيف كنا نستوردوها، ولكن حاليا شفنا في معرض جازاغرو أنه هناك يعني منافسة، هناك كثير من الشركات الخاصة بالتوظيف والتعليب وحتى بالكاليبراج كما يقولوا، يعني ترتب الخضر والفواكه وتغسلها وتوضبها. يعني شيء هذا الملاحظ أنه بإمكاننا حاليا استغناء على كل الخدمات المتخصصة في التعليب والتوظيف، والشيء هذا اللي راح يساعد في تطوير وزيادة فاتورة الاستيراد. الشيء اللي لاحظناه هذه السنة أنه فاتورة التصدير فيما يخص المنتجات الغذائية سواء كانت خضر أو فواكه أو مواد محولة يعني تطور بشكل ربما فاق 3 أضعاف. يعني ما زلنا ننتظر النتائج النهائية لحجم الصادرات في هذا المجال. وشفنا البارحة السيد الوزير الأول قال أنه يعني الميزان التجاري زاد أكثر من 1.4 مليار دولار. يعني شهادة سابقة للدولة الجزائرية، ويثبت مدى نجاعة البرنامج الاقتصادي التي سطرته يعني الوزارة الأولى وأشرفت عليه وزارة الفلاحة ووزارة التجارة. بالنسبة ربما لهذه المنتجات أكانت محليا أو حتى على المستوى الدولي، لأنه القضية هي في آخر المطاف هي قضية التسويق، والمعارض اليوم المعارض الاقتصادية أصبحت صناعة بحد ذاتها. لما نرى يعني من أكبر المعارض في العالم نرى ألمانيا التي تنجح في ذلك وتتصارع أقاليمها سنويا على استضافة هذه المعارض. ربما حن الوقت للجزائر لإعادة إنعاشها الاقتصادي هي أنها تحفز المنتجين أكان على المستوى المحلي أو الوطني والذهاب بهم إلى مستويات أعلى ربما للذهاب بتصدير المنتجات، ورأينا إمكانيات كبيرة في هذه المعارض. نعم بطبيعة الحال، لما نشوف البرنامج المسطر لسنة 2022 فيما يخص المعارض الدولية، يعني احنا نوجه نداء من هذا المنبر لكل المتعاملين أنهم يتقدموا من مصالح وزارة التجارة ومصالح أرجاكس وصافاكس في برنامج ثري، يعني اللي راهي الدولة سطراته باش تدعم المنتجين الجزائريين في المشاركة في المعارض الدولية وخاصة المعارض المتخصصة، حتى أنه نسبة الدعم ونقل بضائعهم تصل إلى 80%. يعني لعل العارض صاحب الشركة ما عليه إلا يدفع 20-30% كأقصى تقدير. يعني هذا عملية دعم مباشر وتحفيزية لكل المنتجين الوطنيين. وحتى فيما يخص المعارض المتخصصة في مجالات الصناعات يعني الصغيرة والمتوسطة في يعني في برامج لرجال أعمال جزائريين حتى يتمكنوا من زيارة هذه المعارض. وفي أيضا الجديد هذه السنة
يعني في يعني برنامج سنة 2022 أن المعارض المتخصصة الوطنية المحلية سيتم استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، والشهادة راه سابقة يعني، ونتمناو أنه إن شاء الله نكونوا يعني كل المنتجين يتقربوا لهذه المصالح إن شاء الله باش ياخذوا أكثر معلومات وأكثر تفاصيل على هذا البرنامج المكثف إن شاء الله. جيد سي بن سديرة، بالنسبة لهذه المعارض ربما يجب تغيير شكلها أيضا، بالنسبة خاصة معارض الوطنية الحرفيين، هنالك حرفيين وهنالك ربما صناعيين بمستويات أقل، يجب دعمهم إخراجهم من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني من أجل المناولة والذهاب بهم إلى أكبر من ذلك. ربما هذه هي الهدف الحقيقي من صناعة المعارض، هو أنه نجعل من الصغير كبير في السوق. بطبيعة الحال لما الشيء الملاحظ هذه السنة في معرض الإنتاج الوطني أنه يعني فيه الكثير من الحرفيين اللي شاركوا في هذا المعرض. ما ننساوش أنه هذا المعرض هو الأقل سعرا يعني فيما يخص يعني تكاليف عرض المنتوجات، هو الأقل سعرا وطنيا يعني هو مدعم. ثانيا شفنا أنه في جناح خاص بالفنون الحرفية التشكيلية، هذا شيء جديد سابقة يعني في المعرض الجزائر الدولي، وأيضا في جناح خاص بعملية البيع المباشر، هكذا حتى يعني المستهلك يتمكن من اقتناء بعض المنتجات اللي يعني جربها ويقدر يتمكن من التعرف على نوعيتها وعلى جودتها يعني. جيد سي بن سديرة، ربما في الأخير ماذا، ما هي رؤيتكم وما هي توصياتكم بشأن صناعة المعارض الاقتصادية والتجارية والتسويقية هنا في الجزائر؟ نحن نعلم أنه هذه المعارض ليس للعرض فقط، بل هي لقاء للمستثمرين، ندوات ومؤتمرات بين المستثمرين في مختلف القطاعات وبين القطاع الخاص والقطاع العام، بين السلطات العمومية والوزارات الوصية هنا في الجزائر. ربما ماذا توصون في هذا القطاع في الأخير؟ بطبيعة الحال احنا يعني رؤيتنا واضحة أنه نتوجه للتخصص. صحيح معرض الإنتاج الوطني هو يعني معرض شامل لكل المنتجات، ولكن يحتاج إلى مرافقة بمعارض متخصصة. مثلا يكون عندنا معرض خاص بقطاع النسيج، معرض خاص بقطاع الأحذية، لما لا يكون معرض خاص بقطاع الأثاث. يعني المعارض المتخصصة هذه اللي تفتح يعني المجال أكثر لي يعني تثمين المنتوج الوطني ويعني والاحتكاك بمختلف الاختصاصيين. وأيضا ايضا شيء الملاحظ انه هذه السنه انه معرض الانتاج الوطني ستتخلى له عده ندوات اقتصاديه متخصصه في مجال يعني الدبلوماسيه الاقتصاديه، في مجال الصناعه، التجاره، السياحه، المنتجات التقليديه. الشيء هذا اللي راح يزيد يثمن ويخرج بتوصيات يمكن تجسيدها يعني في البرنامج المسطر سنه 2022 ان شاء الله. شكرا جزيل الشكر سيد جابر بن سديرة، عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، على كل هذا الإثراء والإسهام فيما يخص صناعة المعارض الاقتصادية. شكرا لك. شكرا، بالتوفيق. كما نشكر مشاهدينا الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة، متمنين في أن تنال صناعة المعارض الاقتصادية في الجزائر اهتماما أكبر من طرف السلطات وحتى المستثمرين، لأنها واجهة اقتصادية معتبرة وأساسية لجلب الاستثمارات وتصدير الاستثمار أو المنتجات الجزائرية في الخارج. نصل هنا إلى نهاية نقاش غرفة الأخبار لنهار اليوم، نلقاكم في فقراتنا متواصلة، نلقاكم في عدد آخر بحول الله. السلام عليكم.